حياكم الله مشاهدينا الكرام الى هذه التغطيه الخاصه والمباشره، نسلط فيها الضوء على اخر التطورات الميدانيه وابعادها السياسيه، من عرسال الى التقدم الذي يحرز بريف الرقه وريف دير الزور وخسائر داعش المستمره في الباديه، مرورا بمناطق تخفيض التوتر وخروقات الارهابيين المستمره منذ الامس في ريف حمص الشمالي. كثيره هي التفاصيل في هذا السياق، لكن قبل ذلك اود ان انوه الى ما ذكر على شاشه الاخباريه السوريه قبل دقائق من الان، حيث تتعرض الاخباريه السوريه الى تشويش. حاول المهندسون معالجة ذلك التشويش والرد على كل من يحاول إيقاف بث الإخبارية السورية. اسمحوا لي بشكل كرام أرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت، الأستاذ سركيس أبو زيز الكاتب والصحفي. مساء الخير أستاذ سركيس. بس أهلين لك والمشاهدين. دعني أبدأ مع حضرتك بالملف الذي ربما شغل كثيرا الاحتلال الإسرائيلي وحاول أن يجد له موطأ قدم عن طريق الإرهابيين بين الحدود السورية واللبنانية. اليوم النصرة خارج جرود عرسال وأيضا خارج جرود فليطة في القلمون الغربي، ماذا يعني ذلك سياسيا؟ ماذا حققت المقاومة؟ لا، واضح بأن هذا الانتصار الذي تحقق في جرود عرسال وفي على الحدود اللبنانية السورية، يعني باختصار هو نتيجة التنسيق الميداني الذي حصل ما بين المقاومة اللبنانية وما بين الجيش السوري والجيش اللبناني. هذا التنسيق المحكم والميداني هو الذي وفر هذا الانتصار بتحرير جرود عرسال من التنظيمات الإرهابية. وهذا الانتصار مطلوب أن يترجم فعليا على المستوى السياسي بأن يكون هناك تنسيق جدي ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية والقوى المقاومة من أجل استكمال تحرير المنطقة واستكمال المعركة ضد داعش، خاصة بأن الجيش اللبناني بدأ الآن يتحضر للمرحلة الثانية وهي القضاء على داعش في تلك المنطقة. وهذه المعركة تتطلب مزيد من التنسيق ما بين الجيشين اللبناني والسوري بالإضافة إلى المقاومة وحلفاء الجيشين حتى يحصل الانتصار ويتم دحر القوى الإرهابية التي طوقت وعزلت وضربت بشكل جيد لأنه كان هناك تنسيق. وهذه عبرة لأنه كلما كان التنسيق بين هذه القوى متينا وصادقا وفعليا كلما تحققت انتصارات فعلية على الأرض، خاصة بأن كثير من القوى الدولية كانت تدعي أو كانت تصرح وكانت تجاهر بأنها تحارب الإرهاب، ولكن عمليا تبين بأنها كانت حرب فولكلورية، حرب في الإعلام أو حرب بالنظارات كما يقال، لم تكن فعالة ولم تكن مجدية كما حصل في عرسال مؤخرا. نعم. لذلك نعم نعم طبعا نحن بانتظار كلمة سماحة السيد حسن نصر الله مساء اليوم للحديث عن ماذا تحقق في جرود عرسال وفي جرود فليطة. هنالك مرحلة مهمة يجب أن تبدأ تقول حضرتك ما بين الجيش السوري والجيش اللبناني والتنسيق لاستكمال القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، هل نحتاج إلى قرار سياسي ضد داعش أم أن الأمور أصبحت الآن بعد خروج النصرة أكثر سهولة من أجل البدء بهذه المعركة وتنظيف ما تبقى من الأراضي اللبنانية؟ طبعا حتى يكون الموضوع محدد أكثر بالنسبة للمشاهدين، يعني القرار السياسي في سوريا مأخوذ ليس في سوريا، في لبنان بالتحديد، بينما في لبنان المشكلة. هذا ما أردت أن أوضحه حتى لا يكون هناك أي التباس، لأن هذا القرار متخذ فيه على مستوى الحكومة والجيش والشعب في سوريا، بينما في لبنان يوجد التباس حول هذا الموضوع. واضح بأن القرار السياسي الشرعي والرسمي كلف الجيش اللبناني بأن يقوم بالدور وأعطيت له الصلاحيات بأن يقوم بما هو مطلوب، خاصة أن هذا الكلام فيه بعض الالتباس، لأن يعني الرأي العام بلبنان بشكل عام متعاطف مع الجيش ومع هذا القرار. القوى السياسية بشكل عام أعطت الضوء الأخضر للجيش اللبناني، ولكن للأسف بأن بعض القوى اللبنانية المرتبطة بمصادر خارجية وأطراف عربية تحاول أن تتزاكى أو تحاول أن تبرر أو تحاول أن تتهرب من هذه المسؤولية عبر صيغة ملتبسة بأنها أعطت الضوء الأخضر للجيش اللبناني والجيش اللبناني هو يقوم بالواجب، مع العلم بأن العلاقات ما بين لبنان وسوريا ما زالت رسمية وشرعية. هناك سفير سوري في لبنان وسفير لبناني في سوريا، وأعتقد قريبا يعني سيعين سفير جديد.
هناك لجنة عسكرية لبنانية سورية تلتقي باستمرار وتتابع كل الأمور الميدانية والعملية. هناك علاقات طبيعية ومتينة، ولكن للأسف بأن بعض القوى السياسية لا تريد أن تعترف ولا تريد أن تكرس هذا التعاون الجدي والضروري الذي يخدم مصلحة لبنان كما يخدم مصلحة سوريا، ولاعتبارات سياسية ولارتباطات خارجية تقوم بها هذه الأطراف. طيب، لذلك برأيك، كنت أسأل حضرتك في بداية، كنت أتحدث في المقدمة بأنه أكثر المتضرر الآن من خروج النصرة هو الاحتلال الإسرائيلي. الجدار الذي كان يريد أن يبنيه انتهى وفشل، أي موطئ قدم له في الحدود السورية اللبنانية بهذا السياق أيضا فشل، عند جزئية القلمون وجرود عرسال. يمكن أن يبحث عن بدائل الآن، يمكن أن يخلق توتر ما في الجنوب اللبناني. يعني كان دائما اسرائيل تهدد بتوتير الوضع في الجنوب وفي الجولان ايضا، لانها كانت تراهن بان تستمر المعارك. انا برايي يعني اسرائيل لا تراهن فقط على النصره، هي تراهن على كل هذه التنظيمات الارهابيه، لانها تفكك المجتمع السوري، ولانها تخلق فوضى، وهي تخدم اسرائيل بطريقه مباشره او غير مباشره، وهي بالنتيجه يعني تشكل نوع من خدمة لإسرائيل. هذه القوى كانت يعني لها علاقات مباشرة، وكانت لها يعني تعاون مباشر مع إسرائيل من خلال يعني تصرفاتها، ومن خلال إرسال أحيانا جرحى أو بعض المندوبين أو غيرها من المسائل. ولكن بشكل عام إسرائيل هي مستفيدة من هذه الحالة، وهي بطريقة غير مباشرة تدعم هذه الحركات الإرهابية، لأنها تخدم مخططها لجهة أضعاف سوريا الموحدة، لأنها تريد أن تفكك وتضعف المجتمع وتشجع على الحرب الأهلية. عندما ضربت هذه القوى وأصبح هناك تماسك اجتماعي أقوى وصار هناك سيطرة أكثر للجيش السوري وللحكومة السورية، من الطبيعي أن إسرائيل بدأت تفتش عن بدائل عبر يعني توتير الوضع في الجنوب أو إيجاد تهديدات. ولكن حتى هذا الموضوع أنا برأيي لم يعد سهلا، لأن المقاومة اللبنانية أصبحت قوة أقليمية، أصبح لها خبرات الجيوش، وأصبحت قادرة على مواجهة أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان. لم تعد الاعتداءات الإسرائيلية كما كانت تفعل إسرائيل سابقا بأنها تستطيع أن تهزم أو أن تضرب بسهولة. أصبحت المقاومة قوة ردع وقوة تحرير ربما، وهذا ما هدد به السيد حسن نصر الله أكثر من مرة، بأن المعركة القادمة إذا حصلت بين لبنان وإسرائيل المقاومة ستبادر إلى الهجوم لتحرير يعني للدخول إلى داخل الأراضي المحتلة. لذلك أنا أعتقد بأن إسرائيل لن تتجرأ على القيام بهذه المغامرة، لأنها ستكون مكلفة، ربما ستلجأ إلى ضربات محدودة، وهذا ما قامت به أكثر من مرة. ربما تحاول إرباك المقاومة والجيش السوري حتى يعني لا يتمكن من الوصول إلى حالة من القوة تستطيع أن تواجه ضربات أكثر إلى إسرائيل. بس ولكن عمليا أنا برأيي الخبرات والتجربة التي اكتسبها الجيش السوري والمقاومة اللبنانية أعطت هناك نوع من طليعة لحرب تحرير شعبية أو حرب تحرير قومية أصبحت قادرة على توجيه الضربات وتغيير موازين القوى مع إسرائيل. طيب، هذا في الجانب اللبناني. في الجانب السوري، إدلب أصبحت الآن مركز وتجمع لتنظيم القاعدة بمختلف المسميات، طبعا بالأساس هي النصرة. المعادلة فيها سوف تكون ربما كبيرة، هل سوف نشهد معارك قريبة إخراج القاعدة من إدلب، أم أنه ليس بمصلحة التركي ولا الأمريكي أن يتم إخراج هؤلاء الآن وبهذا التوقيت بالتحديد؟ لك طبعا هناك يعني حركة الصراع ما زالت مفتوحة، هناك تقدم للجيش السوري وحلفائه بأكثر من منطقة، وهذا يعني غير بموازين القوى كثيرا. من الطبيعة أن تتجمع كل القوى المسلحة أو القوى الإرهابية في مناطق محددة، بس ولكن أنا برأيي لم يعد لها التأثير الفعلي، ولم يعد لها هيك الدور الكبير، لأنها أصبحت خارج المدن الرئيسية وخارج المناطق الاستراتيجية الفعلية. ولكن هذه معركة طويلة وأكيد ستتم على مراحل. ولكن دعني أقول من الجهة الدولية كما سألت، هناك إرباك بالوضع التركي، لأن تركيا لديها أوضاع مربكة، الآن تحاول أن تعزز علاقاتها مع روسيا
لذلك لم تعد قادرة على القيام بعمليات كما كانت تفعل سابقا. أيضا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تتورط أكثر، لأن لديها قواعد، يعني سبق وكشفت تركيا بأن هناك ما لا يقل عن 10 قواعد أمريكية داخل الأراضي السورية، ولكن واضح بأن سياسة ترامب لا تريد أن تتورط كما كانت تفعل سابقا. ولكن المشكلة الأساسية، وهذا ما أريد أن أركز عليه نعم. بالنسبة لتركيا وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بأن هذه القوى بالإضافة لبعض الأطراف العربية المعادية لسوريا فقدوا القوة المحلية التي كانوا يراهنون عليها. يعني أصبحت هذه القوى الإرهابية مكشوفة، لم يعد بإمكانهم أن يوفروا الغطاء كما كانوا يفعلوا سابقا للنصرة ولداعش، بالإضافة بأن كل ما يسمى بمعارضة إذا كانت سلمية أو ديمقراطية أو ليبرالية ليست موجودة على الأرض وغير قادرة إلى الذهاب حتى إلى هذه المناطق، بالإضافة بأن القوى الأخرى المتبقية المسلحة التي ما زالت متمسكة بالحل العسكري غير قادرة وغير فاعلة على الأرض. لذلك اضطرت أحيانا تركيا بأن تتدخل مباشرة، كذلك أيضا تضطر الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل مباشرة لحماية هذه التنظيمات المتداعية، ولكن عمليا لم يعد يوجد على الأرض السورية محاور جدي للنظام من أجل التوصل إلى تسوية أو حل أو مخرج للوضع. لذلك بالوقت الحالي تركيا وبعض الأنظمة العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية هي في حالة مأزق، لأنها لم تستطع أن توجد الطرف السوري الفعلي الموجود على الأرض حتى يتحاور مع الحكومة السورية وإيجاد الحل السياسي. لذلك نعم نلاحظ بأن هذه القوى تتدخل مباشرة، وهذا ربما لا تريده على المدى الطويل. لذلك علينا أن ننتظر ما سيحصل بالعلاقات الروسية الأمريكية نعم وبالعلاقات الروسية مع تركيا حتى نرى هذه الدول كيف تتصرف ميدانيا على الأرض بعد أن خسرت الكثير من القوى التي كانت تدعمها واختل عمليا ميزان القوى ميدانيا. طبعا حضرتك كتبت قبل أيام على صفحتك على الفيسبوك، بالتحديد قبل 5 أيام، بأنه في الختام ما زالت خارطة النفوذ في سوريا خاضعة لتطورات الصراع الميداني الذي يشهد تصاعد سيطرة الجيش السوري وحلفائه على الأرض من جهة، ومن جهة أخرى قلق واضطراب إسرائيل بين قوسين وتركيا وقوى الإرهاب. وفي كلا الحالات أن التسوية السلمية في سوريا تقررها موازين القوى في الميدان، لا سيما انتصارات المقاومة في جرود أرسال. تمت الانتصارات وأيضا لا زال تقدم الجيش مستمر. هل هنالك انفراجة ما قريبة إن شاء الله بعدة ملفات، طالما أننا نسيطر على أراضي واسعة ومساحات شاسعة ونربط الحدود ونعيد فتحها من جديد، سواء كان ما بين سوريا والعراق، سوريا ولبنان، ويمكن إن شاء الله قريبا جدا سوريا والأردن؟ لك يعني صح، موازينكم انا برايي تتغير ميدانيا. يعني علينا ان نضيف ايضا بان تصاعد دور المقاومه في فلسطين ايضا يلعب دور يعني ايجابي لمصلحه محور المقاومه، لان محور المقاومه لم يعد محصور في بقعه جغرافيه او في كيان او في قطر معين. الانتصارات التي حققها الجيش العراقي ايضا تخدم هذا الاتجاه، ما يحققه الجيش السوري وحلفائه على الأراضي السورية أيضا يصب في هذا الموضوع. أنا برأيي أصبحت منطقة المشرق العربي مفتوحة، وهناك نواة لحرب تحرير شعبية طويلة الأمد. نلاحظ بأنها أصبحت موجودة على الأرض، لأن المقاومة في لبنان أصبح لها خبرات إقليمية وعسكرية، كما أن الجيش السوري يعني تحول من جيش كلاسيكي تقليدي مثل كل الجيوش، ولكن أصبح الآن لديه خبرة مقاومة وخبرة عسكرية لم تكن متوفرة لديه سابقا، وهذا أعطاه قوة وزخم للمرحلة المقبلة. أيضا إذا تمكن أو تسنى ظرف مؤاتي وظرف دولي وأقليمي مؤاتي حتى تتجمع كل هذه القوى في المشرق لتشكيل نوع من مقاومة مشرقية جدية أو جبهة شرقية جدية وفاعلة، أنا برأيي هذا هو المدخل الوحيد، وهذا ما سبق وكان يطرحه دائما الرئيس الراحل حافظ الأسد حول موضوع الجبهة الشرقية. إذا تشكلت نواة هذه الجبهة الشرقية من قوى عسكرية نظامية ومن قوى مقاومة ومن شعب مساند، أنا برأيي هذه الطليعة، هذه الكتلة، هذا التيار هو الذي يغير موازين القوى بالمنطقة ويهزم المشروع الإسرائيلي الأمريكي التقسيمي الفتنوي الذي ينظم الحروب الأهلية.
إلى حرب تحرير شعبية تستطيع أن توحد هذه المنطقة وأن تبني بها النظام الذي تريده من أجل خير أبناء شعبها وفرض سيادتها القومية عليه. لذلك أنا برأيي نحن أمام مرحلة جديدة وخيارات جديدة، ولكن طبعا الميدان هو الذي يحسم وهو الذي يغير المعادلات. أشكرك على وجودك معنا عبر الهاتف من بيروت الأستاذ سركيس أبو زيد الكاتب والصحفي، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيفنا الذي انضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الأستاذ ملاذ المقداد المحلل السياسي. أستاذ ملاذ مساء الخير. مساء النور يا هلا. ما بعد أرسال وجرودها ليس كما قبلها، لم يتبقى سوى داعش هناك، النصرة خارجا، ماذا يعني هذا الكلام بحسابات الميدان والسياسة في سوريا ولبنان؟ يعني هي في الحساب حسابين متوازيين، في حساب الميدان واضح حالة الاندحار المتزايدة لحلف الإرهاب الدولي القاعدي بأشكاله الداعشية والنصرة وأزياله، هذا أولا. وأيضا بالمقياس السياسي والجيوبوليتيكي لابد أن نلاحظ تباشير انهيار منظومة الرؤى الأمريكية الصهيونية في المنطقة، وهذا يعني هذه الملامح ظهرت حقيقة منذ انكسار المخطط الأمريكي الغربي في حلب. يعني كل الذي حدث هو أتى بعد حلب، هذا الانهيار للمشروع حقيقة لإيجاد بدائل للدولة السورية ولتجزئة وتفكيك الدولة السورية. نحن اليوم نشتغل على مرحلة جديدة ما بعد حلب، انتحار للإرهاب، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تترك لها بصمة هنا وهناك بأنها ساهمت في هذا الانتحار في سوريا أو في الموصل، لكن هذه البصمة يعني مغمسة بدماء الأبرياء كما شاهدنا عندما تقصف الأبرياء في الرقة ودير الزور. أيضا نلاحظ بعد حلب حالة انكماش الولايات المتحدة الأمريكية وارتباكها خاصة في قاعدتها التي صنعتها في التنس، الآن هي تشعر أنها يعني صنعت لنفسها سجن يجب الانسحاب منه، وبدأ أزيالا الموجودين في المنطقة يبحثوا عن أماكن في هذه المرحلة الجديدة. هذه مرحلة يمكن أن نعطيها ما يمكن أن نسميه نجني انتصارات، هي انتصارات نضعها بين قوسين لأن النصر الكبير هو بعودة الأمن والأمان لسوريا وللمنطقة بعد كنس ذيول الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. نعم. لأننا نعي تماما أن هذا المشروع هو مشروع أمريكي إسرائيلي أولا وأخيرا. طيب خلينا نذهب إلى الشق الميداني في سوريا، والتقدم في البادية أصبح على مستوى سريع جدا وخسائر داعش تزداد كثيرا. في ريف الرقة الجنوبي التقدم باتجاه مدينة دير الزور والمناطق المحاصرة فيها من قبل تنظيم داعش الإرهابي، والتقدم أيضا من السخنة على أطراف السخنة باتجاه دير الزور أيضا مستمر، 60 كيلومتر فقط تفصلنا عن دير الزور والتقاء القوات السورية، وربما هذا سوف يغير المعادلات كثيرا. أستاذ ملاذ سياسيا ماذا يعني هذا الكلام؟ يجب أن نرى في خلفية الصورة ما سمح حقيقة لهذا التقدم الرائع والمذهل حقيقة في نظام الحروب المعروفة في الصحاري أو في التضاريس المتعددة والمختلفة، وأيضا بحضور وجود دولي واشتباك إقليمي. لا شك أن انتصار يجب أن نضعه بين قوسين أيضا للدبلوماسية السورية وخاصة في إستانا وجنيف، والحضور الروسي الواعي في عملية قدم مراحل التفاوض وفرض توازن جديد في المنطقة، أسهم بشكل أو بآخر بتحرير كتلة مهمة من الجيش العربي السوري لأن ينتشر بالبادية. ونعلم أن الجيش العربي السوري على كامل تراب الوطن كان يقاتل الإرهاب المزروع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هناك حالة اندفاع ومدروسة وواضحة، بدأت أولا في إغلاق الأبواب على المشروع الأمريكي، قاعدة التن، فتح الثغرة المفترضة أن لا تفتح وهو التواصل بين سوريا والعراق. ثالثا الانطلاق عبر 3 محاور في البادية لتشتيت قوى الإرهاب الداعشي وذيول الموجودين في المنطقة، والآن التوجه باتجاه المحافظة المحاصرة الصامدة اللي شكلت عنوان بهي وكبير
كبير لصمود شعبنا ولجيشنا البطل. عندما نقول أننا في الآن على أبواب دير الزور، هذا يعني مزيد من شحنة المعنويات لهؤلاء الأبطال. ولاحظنا كيف أن هؤلاء الأبطال حققوا إنجاز كبير بفصل قوى داعش ما بين جبال السردة وبين المطار، هذا يعني انعكاس إيجابي على الأرض. الجيش العربي السوري يحقق الانتصارات، الانتصار الرائع سيكون في تحرير دير الزور وعودة الرقة إلى سوريا. نحن في كما الجميع يتكلم في خواتيم هذه المؤامرة الدولية، لم نصل إليها إلا نتيجة صمود الجيش العربي السوري والتفاف الشعب السوري حوله والقيادة الحكيمة، وأيضا هذا الحلف المتماسك الذي يواجه حلف دولي غربي شرس إمبريالي لا يهمه إلا قتل الناس، لا يهمه إلا تفتيت المنطقة وتفريقها. طيب، ربما هذا أفشل المخطط الأمريكي، وهو فشل أصلا بوصول الحدود العراقية السورية وإيقاف محاولات أمريكا إيجاد ثغرة ما من التنبؤ باتجاه دير الزور. يبحث الأمريكي عن بدائل الآن، أم هو يضطر إلى الذهاب إلى الجلوس على الطاولة مع الروسي رغم الخلافات السياسية اللي راح أتحدث فيها ضمن سياق هذه التغطية؟ أنا أعتقد أننا أمام سياقين. الولايات المتحدة الأمريكية في حالة من فوضى والارتباك نتيجة عوامل ذاتية، يعني خلاف الإدارة الداخلية، المحافظين الموجودين المهيمنين على البنتاغون والسي اي اي. ثانيا ايضا فشل المخططات متوسطة المدى في المنطقة، لكن يجب ان نقول ما زالت الولايات المتحدة الامريكية تخطط وتدعم قوى ذات طابع يعني ان اضع بين قوسين انفصالي الى حد ما، هي تعتبرها مسمار جحا في المنطقة الشمالية، وهذا المشروع أيضا سينهار كما انهار الذي قبله. وبالتالي نحن أمام صراع سيستمر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس من السهل أن تقر بخسرانها، فهي في كل لحظة تخسر تحاول أن تنطلق إلى مكان آخر. طيب، خليني أنتقل إلى التطورات السياسية وخصوصا ما بين الجانب الأمريكي والروسي، وموجود الآن الأخبار العاجلة التي يصرح فيها الكرملين بأنه يقول الكرملين نشاطر ترامب الرأي بأن العلاقات الروسية الأمريكية وصلت إلى مستوى متدنٍ وخطر. طيب، في سوريا هنالك شبه محاولات اتفاق على مناطق تخفيف التوتر أو مناطق تخفيض التصعيد، والمذكرات الروسية يوافق عليها الأمريكان وأصبحت الآن ثلاثة. يمكن أن يؤثر هذا الكلام على الميدان في سوريا، يؤثر على الاتفاقات الروسية الأمريكية، أم هي فقط خلافات روسية أمريكية في ملفات أخرى؟ سؤال مهم جدا. علينا أن نعي أن ما يتعلق بالحراك العسكري واضح تماما بطماط البنتاغون، وواضح تماما أن الإدارة السياسية حتى الشيوخ في بعض المسائل التي تتعلق بالحراك العسكري متروكة للعسكر أنفسهم، وواضح أن العسكر لديهم استنتاجات هامة وهي عدم انخراطهم المباشر في أي نزاع، هذا أولا. ثانيا عدم الرهان على أي خيول عرجاء. ثالثا لديهم من البرغماتية والرؤى التي تجعل بأنهم يعوا كيف يحافظوا على حضورهم في المنطقة، والمنطقة هنا كل المنطقة العربية، لذلك قد يقبلوا خسارتهم في مكان ويعيدوا اعتبارهم في مكان آخر. وهنا يمكن أن أرى الخلافات الخليجية البينية التي تؤمن مزيد من القدرات الاقتصادية للبنتاغون في بيع الأسلحة والحضور العسكري والانتظار لمراحل أخرى. لكن في سوريا واضح تماما الولايات المتحدة الأمريكية الآن تنسحب بتؤدى من بعض القوى التي شعرت أنها غير قادرة على أن تحقق أو تترجم سياستها على الأرض، وهم بدأوا ينهاروا وبدأ التكتل الأساسي أو اعتمادها الأساسي كما أشرت على القوى الكردية في الشمال. ولكن هذا المشروع يعني مربك للولايات المتحدة الأمريكية وللبنتاغون، خاصة الاعتراض التركي والموقف السوري الواضح لاستعادة كافة الأراضي العربية المحتلة والحلف اللي معنا
اللي موجود معنا الذي يرسم خطط واضحة لاستعادة كامل الشعب السوري من براثم الإرهاب. فلذلك أنا أعتقد التأثير سيكون على العلاقات الدبلوماسية البينية ونقاط الاشتباك في العالم، بمعنى أوكرانيا، كوريا، في أكثر من مكان، بمعنى أن ما يحدث في سوريا هذا الملف مباشرة معني في الحلف المناقض للإدارة الحالية، بمعنى وزارة الدفاع والCIA. يعني عندما يقرر سحب المنحة من CIA، لأن CIA والإدارة والبنتاغون اكتشفوا أنهم غير نافعة هذه المنحة. ولذلك أنا أعتقد التفاهمات الروسية الأمريكية في خط التوتر ستستمر رغم اعتراض بعض الأطراف الأخرى وتحديدا الكيان الصهيوني. أشكرك على وجودك معنا عبر الهاتف من دمشق الأستاذ ملاذ المخدد المحلل السياسي، ورحب بضيفي الكريمين اللذين ينضمان إلينا الآن عبر الهاتف من دمشق، الأستاذ مصعب الحلبي عضو مجلس الشعب السابق، والأستاذ درغام هلسة الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف من عمان. مساء الخير ضيفينا الكريمين. أبدأ معك أستاذ مصعب، وأبدأ بما سأل ضيفي قبل قليل، هل يمكن للتوتر في العلاقات الروسية الأمريكية أن يؤثر على الاتفاقات التي توقع بخصوص مناطق تخفيف التوتر وصلنا إلى المنطقة الثالثة؟ أستاذ حسين بداية حياك الله وأحيي ضيفك الأستاذ درغام. الله محييك. وكنت أسمع منذ قليل الإخبارية والتشويش اللي حاصل عليها، فلم يفاجئ لهذا التشويش الذي يحصل على كل السوريين ومنذ بداية سنوات الحرب على سوريا، وكيف لا يتم التشويش على هذه المحطة التي هي رمز من رموز المقاومة ورمز من رموز الوطن. أستاذ حسين مرة ثانية أحييك، والرحمة لشهداء سوريا والانتصار المؤزر بإذن الله لهذا الشعب ولهذا الجيش الذي يقدم الكثير في محاربة هذا الإرهاب وهذا الفكر وهذا وهذه الحروب الجديدة التي يستهدفون بها منطقتنا. حول السؤال عن العلاقة الأمريكية والروسية، أستاذ حسين الكل يدرك أن من الدواعي والأسباب الخفية لهذه الحرب أصلا هي أن أمريكا وكل القوى وكل الدول التي تأتمر بالأمريكي وبالصهيوني، فهي هذه الحرب من أسبابها البعيدة هي محاصرة روسيا، روسيا الصاعدة، روسيا التي اليوم يعني وجدت من خلال هذا الدفاع ومن خلال هذه العلاقة القديمة الجديدة مع محور اسمه محور المقاومة وما تمثله سوريا بهذا المحور، الحقيقة ارتقت روسيا وصعدت روسيا كدولة عظيمة وبدأت تقول للأمريكي لا، وبدأت تقول يعني وترسم الحقيقة قناعتها وسياستها في منطقتنا. لكن من الأسباب الخفية والبعيدة لهذا الهجوم ولهذا الحرب في منطقتنا هو أصلا محاصرة روسيا وأصلا محاصرة إيران والضغط على محور المقاومة من أجل الاستمرار بالحالة الإمبريالية وبحالة استثمار خيرات الشعوب ومصالح يعني هذه القوى العظمى التي تفردت في العالم لعقود وهي أمريكا. لكن الحرب يعني الواضح اليوم بعد يعني بداية الغزو العراقي، الغزو الأمريكي إلى العراق وقبله إلى أفغانستان ومن ثم الحرب الدائرة بمنطقتنا، إن الأمريكي وكل أدواته اليوم يعني بدأت تكون عاجزة حقيقة عن تحقيق الهدف الأساس والمخطط الأساس من الشرق الأوسط الجديد بتبتيت المنطقة إلى دويلات وأضعافها كلها ومن ثم أضعاف روسيا. لكن اليوم لهذا السبب منقول أنه هناك بعض التفاهمات، لابد أن يكون هناك بعض التفاهمات الروسية والأمريكية وخاصة بالعناوين وخاصة في يعني في المجال العسكري في المجال الجوي في بعض المناطق اللي تخضع إلى حساسية يعني معينة، لابد هناك من بعض النقاط وبعض التفاهمات. واليوم يعني مناطق تخفيف التصعيد اللي اليوم عم نشوفها يعني بدأت يعني تأخذ مناطق يعني جديدة في بعض الأرياف مثل يعني حمص ومثل ريف دمشق ومنطقة الغوطة، فهو يعني نتيجة حقيقة شيء من التفاهمات غير واضحة كتير، لكن هي تفاهمات من أجل يعني عدم الوصول إلى حالة الصدام اللي لا سمح الله تفجر الوضع في العالم ككل. لكن الأمريكان
الامريكان يعني ما زالت الاداره الامريكيه مثل ما بنعرف تماما اداره خبيثه. هي المعركه مع الصهيونيه مخططه لها بعنايه جدا، لهذا السبب بنسميها يعني حرب قذره وحرب يعني لا تحمل حقيقه باي مكان من اماكنها هذه الحرب يعني اي شيء ايجابي على الاطلاق. فبالتالي يعني هذا التخفيف من التصادم، التخفيف ببعض المناطق وخاصة على مستوى الجبهات السورية، من أجل أن تبقى شعرة معاوية ما بين يعني المصالح المزدوجة الأمريكية الروسية بمنطقتنا. نحن ما فينا نخفي أستاذ حسين وهم هذه الوقفة التي يقدرها الشعب السوري والقيادة السورية للحليف الأساس روسيا الاتحادية، وهي مثل ما قلنا هي قديمة، لكن لا نخفي هناك مصالح خفية يعني تجمع الدول العظمى، تجمع الدول الكبرى. ونحن ليش بنقول روسيا ماسكة بخيط المسبحة للاعبين الدوليين؟ لأنه لديها علاقة يعني مع الكل، حتى أحيانا نشعر مع الخصوم أو مع بعض الدول اللي طبعا هي موجودة بالحرب على سوريا. طيب. ومررت يعني كثير من النقاط للإرهابيين وللمسلحين على سوريا. طيب رح نتحدث بتفاصيل أخرى بالتأكيد أستاذ مصعب، تبقى معنا لو سمحت. خليني أرحب مرة أخرى بالأستاذ درغام هلس، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ درغام مساء الخير. نتحدث عن توتر العلاقات الروسية الأمريكية ومدى تأثيرها على ما يوقع من مناطق تخفيف توتر في سوريا، وهذه المناطق ربما الأولى كانت موجودة في المنطقة الجنوبية، وكان هنالك حدود دائما ما فتحت من الأردن رسميا للإرهابيين. اليوم نتحدث عن مرحلة أخرى، يمكن أن يؤثر هذا التوتر على هذه الاتفاقات أم الأمور اختلفت الآن يجب أن نصل إلى تسوية ما في سوريا؟ مساء الخير لك. مساء النور. مساء الخير للإخبارية السورية، هذه القناة المقاومة التي تضعنا دائما أمام وقائع الصراع الدائر في منطقتنا وخاصة في سوريتنا الحبيبة منذ 7 سنوات. أتقدم من خلالكم بالتهنئة للشعب اللبناني، للشعب السوري، للشعب العراقي بالانتصارات التاريخية التي تحققت في عرشال، في الموصل، وفي البادية الشرقية، التي هي استكمال لكل حقائق الانتصار التاريخي لشعبنا العربي في هذه المنطقة وفي هذا الإقليم على هذا العدوان التكفيري الذي اجتاح منطقتنا محاولا تغيير معادلات الواقع وخلق دول إثنية وإقليمية وطائفية. هذا الموضوع بتكبيره سقط ولم يعد أمامنا خيار إلا أن نستمر من أجل تحقيق النصر. ونحن الآن كما قال قائد المقاومة السيد حسن نصر الله، نحن في زمن الانتصارات وقد ولى زمن الهزائم. من حيث المبدأ صديقي، يجب أن نقول أن العلاقات الأمريكية الروسية تشوبها كثير من الاختلافات، وهذه الاختلافات تنسجم مع طبيعة الخريطة السياسية للعلاقات الدولية. عندما قال الرئيس بوتين لم يعد في العالم هيمن القطب الواحد، هناك تحددية قطبية، هذا الموضوع يرفض النظام العميق الأمريكي. هذا الموضوع تحاول أمريكا أن لا تعطيه أي اعتبار. نذكر جميعا عندما قال أوباما أن روسيا دولة محورية ولكن إقليمية، الآن هناك اعتراف دولي بأن روسيا دولة محورية في العلاقات الدولية، بل هي دولة قطبية لها سياسات، لها استراتيجية تحددت على الأرض السورية. من هنا لا يمكن أن أجد مساومة في أي مجال من مجالات الحلقات الدولية والسياسية على الثوابت السورية من قبل الحليف الروسي. أما أمريكا تسعى من خلال دورها أن تثبت لها موطئ قدم من خلال إقناع حلفائها في المنطقة بأنها لم تخذلهم ولن تخذلهم. بالحقيقة أمريكا أخذت ما تريد من حلفائها في مؤتمر الرياض، وهي الآن في مرحلة خذلانهم. العلاقات المرتبكة ما بين تركيا، ما بين روسيا وأمريكا لن تشمل الساحة السورية، وهذا ما عبر عنه تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي في حديثه مع لافروف. كل شيء قابل للخلاف وكل شيء قابل للحل، ولكن ما يجري في الساحة السورية أصبح الآن محقق أننا في وقائع الانتصار وليس مؤشرات انتصار. روسيا تسلمت الملف بالكامل نتيجة لثقة العامل الصامت في المعركة
الا وهو العامل السوري نتيجه حاله الصمود التي حققها الشعب العراقي في مواجهه الارهاب، والشعار الروسي الاكثر نموا والاكثر تجذرا هو كيف نكافح الارهاب، بينما الشعار الامريكي مكافحه الارهاب او مداعبه الارهاب، محاوله يعني تخفيف حدث الارهاب. من هنا نعتقد ان ما يجري الان من مناطق تخفيف التوتر، وهنا اتحدث عن الجبهه الجنوبيه، امريكا اعطت الورقه الرئيسيه لروسيا، اتفاق عمان كان واضح المعالم، يهم روسيا ان يكون هناك اكثر من ضامن لعمليه الاتفاقيات لمحاربه قوى الارهاب الداعشي والقاعده. هذا الاتفاق تم ادخال عناصر جديده الاردن ومصر كقوة ضامنة. ما أقول وما يعني الآن أن ما يجري الآن في الجبهة الجنوبية، بارح عرفنا أن الجبهة النصرة بدأت تتآكل وفيها انشقاقات جيش خالد الوليد، ولكن إسرائيل ليست موافقة على كل هذا الحديث. يهم إسرائيل أن يكون لديها جيش لحدي بمواصفات سورية أو أجنبية. هذا الموضوع تم إفشاله، أصبحت روسيا هي الموجودة عسكريا. الأردن الرسمي كان لديه طموحات أن يستفيد من تحالفاته التاريخية مع القوى الإرهابية في سوريا ودعمه وإسناده لها لكي يتحصل على حصة مائية تختلف عن طبيعة الاتفاق مع القيادة السورية مع الدولة السورية، خاصة من منابع نهر يرموك. أنا الآن أستطيع القول أن كل هذا المشروع أصبح في طريقه نحو الزوال، والآن الدولة السورية محورنا محور المقاومة، يحقق انتصارات جدية. ننتظر كنس كل هذه القوى ونتشفى حقيقة بهزيمة أمريكا وحلفاء أمريكا في المنطقة. طيب أستاذ مصعب، تستمع لكلام الضرغام يتحدث عن هزيمة لمشروع كبير كان يحاول الأمريكان وحلفائهم وأدوات الفتقاء إيجاده بعد التقدم الميداني، بعد إجبار الأمريكي على الذهاب إلى مناطق تخفيف التوتر، وأيضا التقدم باتجاه مدينة دير الزور، وربما هو الحدث الأهم في الأسابيع القليلة المقبلة. ورح نكون أذكر كما نتحدث منذ يومين بأن الإخبارية سوف تكون في بث مباشر إن شاء الله قريبا جدا من داخل مدينة دير الزور ومع القوات المتقدمة إلى داخل مدينة دير الزور. هل يجبر أعداء سوريا الآن على القبول بالشروط السورية؟ أستاذ حسين، إنما النصر صبر ساعة. لا شك نحن كسوريين يعني ننتظر الانتصار المؤزر وننتظر خطاب القائد والسيد الرئيس بشار الأسد. يعني هذا الحكي نحن كسوريين اليوم متفائلين فيه كتير. نحن حقيقة يعني كمنطقة أمام مشروع جديد كلنا بنعرف، وطبعا هذا الكلام يعني قديم جدا منذ بداية القرن الماضي وحتى تاريخه، يعني لا يمكن لأي أحد حقيقة إلا أن يقر أن هناك مؤامرة يعني تقودها الصهيونية وتقودها أمريكا بمشروع جديد للمنطقة اسمه يعني لو تعددت أسماءه لكن الشرق الأوسط الجديد أو الكبير. لكن نحن أمام حقيقة راسخة اليوم أن انتصارات الجيش العربي السوري ومحور المقاومة من روسيا وإيران وكل الحلفاء والأصدقاء اللي واقفين معنا بهذه المعركة فرضوا على الأمريكي وعلى المخطط لهذا المخطط فرضوا عليه البحث عن أوراق جديدة ومناطق تخفيف التصعيد. أستاذ حسين، ما كان هذا المخطط الأمريكي وكل القوى حتى الصهيونية وإسرائيل معه ما كانوا يقبلوا في هذا التوجه وفي هذه الاستراتيجيات ما لم فقدوا الكثير من نقاط القوة لهذا المشروع نتيجة حالة الصمود اللي عاشتها يعني المنطقة وعاشها الشعب العربي السوري أولا وقيادته وجيشه بالتحالف مع كل أصدقائه. لكن الأمريكي من البحث على أوراق جديدة لزجة في الميدان يأمر اليوم السعودي لإعادة إنتاج يعني جبهة جديدة للإرهاب، طبعا إعادة إنتاج يعني ما سموه بالنصرة وداعش يعني بشكل جديد اليوم يلبسوا لباس جديد يعني ليصبحوا هذه الحركات الإرهابية يعني شيء من المقاومة السورية. هذا طبعا الأمريكي يعني ما فينا نقول نحن أنه انكفأ إلى النهاية في مشروع استهداف سوريا واستهداف هذا المحور الطويل مع سوريا ومتمثل بروسيا وإيران. فهذا البحث طبعا نحن كسوريين
كدولة كجيش كمؤسسات كشعب سوري نرى في منطقة تخفيف التصعيد أنه حقيقة هو رغبة سورية أولا، لأنه يوقف إراقة الدماء السورية وبالتالي بيرفع المعاناة عن مواطنينا وخاصة ولو مواطنينا اللي موجودين في مناطق اللي ضربها الإرهاب. لأنه اليوم إحنا بنشوف بمنطقة الغوطة الشرقية أستاذ حسين، وأنا ابن الغوطة بالمدينة جرمانة، نرى أصوات اليوم قوية جدا يعني في محاربة كل هذا الفكر التكفيري والوهابي اللي ضرب هذه المنطقة. فهناك اليوم يعني رفض لفيلق الرحمن، رفض لأحرار الشام، رفض لكل فصائل القاعدة أو فصائل النصرة. وطبعا من هون يعني نحن منقول جازمين بإذن الله أنه شعبنا العربي السوري بوعيه وبالتلاحم وبالتعايش، يعني اللي ما زال متمسك في هذا التعايش الأبدي والقديم جدا بمنطقتنا بين كل يعني طوائفنا السورية، هو اللي بيخلينا نوصل إلى حالة الاستقرار وحالة الأمان اللي بننشدها كسوريا. فلا نعول يعني على إعادة يعني إنتاج هذه القوى الإرهابية اللي جابوها من كل أو يلبسوها بلباس معين أنه هي ممكن تحاول يعني أو ممكن تنهي الحرب على سوريا. ما زال الغرب متمثل بالصهيونية وبأمريكا لطالما الحرب مشنة لمصلحتهم. أستاذ حسين نعم. يعني الكل يعرف أنه غزت العراق لخاطر إسرائيل، من أجل يعني مصلحة إسرائيل وتوسع إسرائيل والمخطط الجديد بدأ غزو أفغانستان وبدأ غزو. نحن أمام حالة لابد من استمرار مع الصمود، لابد من استمرار مع المواجهة، هذه المواجهة الماراثونية اللي عم يمثلوها السوريين في جبهة دير الزور وقبلها في جبهة حلب وفي جنوب سوريا، مع هذا التلاحم مع الجيش العربي السوري مع القيادة السورية من أجل أن نصل إلى مكان أفضل، أن نفرض في كل اليوم الشروط اللي عم تفرضها الدولة السورية هي نتيجة حالة التراكم يعني من هذا الصمود اللي نحن عم نعيشه. طيب. بهذا المقام اسمح لي أقول أستاذ حسين أنه اليوم لطالما يعني النظام السعودي عم يمثل هذه الإرادة الصهيونية وهذه الإرادة الأمريكية في كل هذه الحروب اللي شنها، إن كان على اليمن، إن كان في دعمه لهذه المجاميع الإرهابية، صدقني سأقولها علنا يعني أن محاربة هذا النظام آل سعود لا يقل بأهمية عن محاربة الصهيونية ومحاربة إسرائيل ومحاربة كل القوى التكفيرية. لأنه حقيقة هذه الأنظمة التي جرت إلى هذه المنطقة، هذه الويلات وهذه الأنظمة هي التي تحقق هذه الأجندات الغربية وهذه الأجندات الأمريكية. طيب بالتأكيد كثير هي التفاصيل في خصوص معركة دير الزور وأيضا المعركة في البادية السورية وخسائر تنظيم داعش الإرهابي. أستاذ درغام، بعد معركة البادية كان هناك محاولات لإشعال الجبهة الجنوبية، لكن تم توقيع اتفاق تخفيف التوتر، ويقول ضيفنا الأستاذ مصعب بأن كل ما يتم الآن في المنطقة هو من أجل مصلحة إسرائيل. كيف يمكن أن يتعامل الأمريكي مع معركة دير الزور القريبة إن شاء الله؟ لدينا أبطال في دير الزور حرروا أجزاء كبيرة منها منذ سنوات، ولكن تنظيم داعش الإرهابي وفي ساعات ما كان هنالك دعم أمريكي لتنظيم داعش يقومون بمحاصرة المدينة ومحاصرة بعض المناطق التي يتواجد فيها الجيش العربي السوري. أنا كل ما أريد أن أطمن جماهير شعبنا العربي في سوريا وفي المنطقة بشكل عام، وأطمن صديقي الأستاذ مفعل الحلبي بأن أكبر شيء ممكن كانت تفعله أمريكا هو إمكانية استخدام نقطة السلف كحالة للاختراق في الداخل السوري، ولكن صمود الجيش العربي السوري، صمود التحالف الذي يدعم الجيش العربي السوري، التقاء القوات العراقية والحشد الشعبي العراقي مع الجيش السوري على الحدود العراقية والالتفاف حول نقطة السلف استطاع أن يسقط هذه المعادلة نهائيا. نحن الآن ننتظر بعد إقرار مناطق تخفيض التوتر، وهو بالنسبة لنا يعني كحالة مقاومة أنها تغلق مجموعة من بؤر التوتر المشتعلة في تلك المناطق، سيتفرغ الجيش العربي السوري، سيتفرغ القوى المساندة، سيتفرغ الحلفاء لإجهاض المخطط الأمريكي في المنطقة الشرقية. بتقديري الاتحاد الذي يقوم به الجيش العربي السوري الفريق الخامس على مناطق دير الزور، الاقتراب لمسافة 60 كيلومتر للإطماق دير الزور بكل جهات يدفع باتجاه أننا قريبا جدا ستكون دير الزور والبوكمال
ومنطقة الحسكي نظيفة كاملة من القوى الإرهابية، وسيلحقها لاحقا وبشكل قريب منطقة الركب الكامل وامتدادا نحو الحدود الشمالية. أيضا هناك هدف أن تجميع القوى الإرهابية في منطقة واحدة، وخاصة في مناطق تحرير التوتر أو في منطقة إدلب، يعني بالعلم السياسي أنه سيتم التفاوض عليهم وليس معهم. نحن سنفاوض القوى المشغلة ونتفاوض معهم إلا من خلال يعني ماذا تريد القوى المشغلة. أنا برأيي القوى المشغلة هزمت، القوى المشغلة تأكل ذاتها بذاتها، هو الحليف القوى المشغلة أو أدوات القوى المشغلة هي أيضا تأكل بذاتها. الصراعات الدائرة بينها، الانشقاقات التي تمت البارح واليوم بالائتلاف السوري، خاصة يعني موضوع خالد المحاميد والمجموعات الأخرى، أنا بتكبيري الشعب السوري كله أصبح واعي. نعلم جيدا عن مجموعة كبيرة من الشباب السوري المغرر به الذي يعني أعاد له الانتصار السوري روح الوعي بوحدة سوريا، باستقرار سوريا، بثبات سوريا، بصمود سوريا، بمشروع سوريا القومي النهضوي. الآن جميعهم رجعوا إلى صفوف الدولة السورية. الآن الدولة السورية حاضنة كبيرة نعم. في كل سوريا. الذي فقد حاضرته هو قوى الإرهاب بكافة تشكيلاتها، وأصبحت حالة الفرق في المنطقة واضحة جدا. لم تعد السعودية يمكن أن تكون صديقة للشعوب، لم تعد قطر يمكن أن تكون صديقة للشعوب، لم تعد الأنظمة الرسمية العربية يمكن أن تكون بعيدة عن المؤامرة على سوريا. أنا برأيي نحن الآن جميعا نعي خطورة هذه المسألة. كلنا مسؤولين في بلداننا في مسائل الانحطاط السياسي والفكري والإخلاقي والاجتماعي التي نعاني منها نتيجة لتحالفنا مع الإمبريالية والصهيونية. وأقرب مثل يعني ما يعاني شعب الأردن الآن من خلال مجزرة السفارة الصهيونية في عمان التي ذهب ضحيتها أبناء الأردن اثنين، اللي في الأخير ما قدرت الحكومة الأردنية تتعامل مع هذا الحدث على أساس أنه ضرب وإهانة لكرامة الشعب الأردني من قبل هذا العدو المتبجح المتغطرس. أنا برأيي نحن الآن أمام حقائق تاريخية، أمام فرز تاريخي. معركتنا النصر لنا فيها بكل تأكيد، وبتكثير الانتصار الأخير عبر يعني جرود أرسال عبر للجميع عن أن النصر يعني في ربع ساعة الأخيرة فعلا ليس قولا. ونحن الآن يعني سندفن هذه المؤامرة مثل ما دفننا غالبية المؤامرات التي حيك ضد هذه الأمة. نحن الآن أمام حالة نهوض، أمام حالة صمود تقودها سوريا وحلفاء سوريا. أشكرك على وجودك معنا عبر الهاتف من عمان الأستاذ درغام هرس الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. أستاذ مصعب، إذن الخيارات هي خيارات الميدان في سوريا، خيارات الانتصار والتي ربما سوف تغير كثير من التفاصيل ليس فقط في سوريا بل حتى في المنطقة. أكيد أستاذ حسين، بداية كل التحية للأستاذ درغام، لكل أهلنا الشرفاء يعني المقاومين في الأردن الشقيق. طبعا أنا لا أختلف مع الأستاذ درغام، بالعكس تماما أنا أتفق مع الكثير من ما قاله، ولذلك أؤكد أن الانتصار انتصار سوريا ومحور سوريا في هذه الحرب سيكون انتصار تاريخي، وسيكون له تداعيات كبيرة وليس فقط محليا وإنما إقليميا ودوليا، وهذا بدأنا نشعره. لكن يعني ما أردت القول والتأكيد عليه أن المرحلة القادمة التي بدأنا نشهد مع الانتصار، فالمطلوب أيضا هو الكثير فيها. أولا مطلوب ضبط البوصلة والاستمرار في هذه المواجهة وفي هذا الصمود الأسطوري على مستوى كل الجغرافيا السورية، والمطلوب أيضا الاستمرار بالحالة الفكرية التوعوية التي تفرض وتطلب دائما محاربة التطرف وكل هذه الفتاوى التي تأتي من المتطرفين والحالة الطائفية التي اشتغلوا عليها سابقا. لأنه التعايش في منطقتنا أستاذ حسين كلنا يدرك، يعني نحن علينا أن نقبل ببعضنا البعض وكل طرف يقبل بالآخر كأخ وكشقيق، وهذا من مصلحتنا مجتمعين في هذه المنطقة ومن مصلحة يعني استمرارنا وبقائنا كقوة في محاربة هذه الهيمنة التي تأتينا يعني كل فترة من تاريخ هذه المنطقة. فأنا متفق جدا وأنا متفائل جدا مع انتصارات جيشنا العربي السوري. وبالنسبة إلى دير الزور،
يعني حقيقة جيشنا بدأ يكون قريب جدا من فك الحصار على أهلنا في دير الزور. المواجهة في دير الزور مواجهة كبيرة جدا، لأن تأخذ في بعدها يعني أكثر من الحالة العسكرية، تأخذ في بعدها الحالة السياسية، وهي ستكون الضربة الأخيرة في نعش يعني هذا المخطط، فضلا عن طبعا المنطقة الجنوبية أيضا اللي عم بتعيش يعني من الانتصار مع الجيش العربي السوري ومع المقاومة، وآخرها ما تم يعني تحقيقه في جبهة أرسال إن كان في أو في جبهة القلمون السورية من دحر يعني هذا الفصيل الإرهابي الذي بنوا آمال يعني كثيرة، وتداعيات هذا الانتصار ستكون حقيقة كبيرة جدا على هذا المشروع، وستكون يعني لبنة إضافية في مشروع انتصار سوريا والجيش العربي السوري وانتصار شهداء سوريا. لهذا السبب استاذ حسين نحن دائما مع كل لقاء ومع كل إطلالة لابد من التحية إلى جيشنا العربي السوري، التحية إلى المقاومين الشرفاء وكل القوى الرديفة التي تقاتل في هذه الحرب الذي لا بديل على الانتصار فيها. الانتصار حالة حتمية، يا أما أن نكون أو لا نكون، ونحن أبناء هذه الأرض وعشنا فيها وولدنا فيها وستكون من بعدنا لأولادنا ولأحفادنا، فنحن أوصياء عن الدفاع عن هذه الأرض ولن نتردد أبدا. إن كل السوريين في السابق دافعوا عن هذه الأرض واليوم يجددون هذه الملحمة، وقدرنا أن نكون في منطقة يتنازع الناس يتنازع العالم عليها من خلال موقعها ومن خلال خيراتها ومن خلال إمكانياتها، فنحن أكثر تفاؤلا كما نقول دائما يعني مع هذه الإنجازات ومع هذا الأسطول ومع هذا العمل الكبير الذي يقدمه جيشنا العربي السوري ودولتنا ومؤسساتنا في هذا الظروف. وأيضا نحتاج إلى صمود في الجانب الاقتصادي وصمود في الجانب الصناعي والتجاري. اليوم بدأنا بسوريا الحقيقة نشعر في بعض يعني في كثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية اللي بدأت يعني تعود مع الحياة. إن شاء الله يا رب راح تعود الحياة إلى كثير من المناطق والتفاصيل التي نعيشها اليوم، بالتأكيد هي دليل على هذا الانتصار وهذا التقدم الذي يحرز. الأستاذ مصعب الحلبي عضو مجلس الشعب السابق، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا عبر الهاتف من دمشق. طبعا معركة دير الزور وهو حسب كثير من المتابعين والخبراء العسكريين وأيضا ما يتم الإشارة إليه في الأخبار التي بشكل مستمر، التقدم الكبير الذي يحرز إن شاء الله يا رب قريبة جدا، وهذا ما يمله وينتظره كثير من المواطنين السوريين. التغطية انتهت، حياكم الله.